أصدقاء. طب عايزة أسأل سؤال، يوسف الحسيني كان عنده تويتات عدائية ليك، ده اللي قال أرامل يعني مبارك. إيه طلع معاك في الفيلم؟ مش فاهماها دي اشرحها لي. ما هو الواحد من دول تلاقيه في تويتر واحد وفي الحقيقة واحد، لذلك يعني بيتلونوا. استني بقى، خليني أقول لك القنبلة. قول. خليني أقول لك، تلاقي الواحد من الجماعة بتوع الثورة دول في تويتر واحد وفي الحقيقة واحد، تلاقيهم الصبح في التلفزيونات والثورة والنشطة، وبالليل في بار الفور سيزون بيسكروا. أنا بشوفهم. ها؟ طب ما هنقول دي حياتهم الشخصية، هم حرين فيها. ما اتجرش بالغلابة بقى. الله، البار ده يعني كان بتاع هشام طلعت مصطفى وأنس بلفقي وعليا تقوم. ما ينفعش بقى محفوظ ولا مش عارف اسمها ايه دي تقعد تاكل رز بلبن هناك وشايف بفتله. يعني معلش، انا ما احب، انا موتي وسمي ان الانسان يبدو على اللي هو مش فيه. انت عايز تكون انا كده زي ما انا مع حضرتك هنا، زي ما انا هخرج دلوقتي اركب عربيتي وامشي. طب يعني انت ملتصق مع نفسك في كل حاجه بتعملها؟ ما انت بتعيب على غيرك دلوقتي، هل انت كامل؟ لا يا فندم، بس انا ما بنكرش او ما بتجرش. ما عندك